سلام عليكم شباب، بدي احكي شغله بهذا الستوري، بانه اذا الواحد سوى خير ربنا بيرد له الخير خيرين. يا شباب انا سويت شغله، واللي هي اني انا دليت ناس على اختبار لنادي قرى جمرك. حلو، سبحان الله، عشان انا بتمنى للناس الخير ربنا بعت لي حدا. انا الى الان مش مصدق الموضوع، واذا الموضوع صار وتم صراحه انا لا بدي سوشيال ميديا ولا بدي اشي، بس بدي هذا الموضوع يصير. انا لهلا مش مصدق الموضوع، وانتو ممكن يعني مش راح تصدقوه. اذا انا مش مصدقوه كيف انتو راح تصدقوه؟ انا عندي قناعة تامة من انا صغير انه اللي بيسوي خير بيلقى خير، وجد اتمنوا الخير للناس والله العظيم الا ربنا يعوضكو، لتلاقوا العوض عند ربنا، بس توكلوا على ربنا وسووا دائما خير. راح احكيلكو لقدام اذا ضبط الموضوع، راح احكيلكو وراح تنصدموا صدمة عمركو كمان.